السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning everybody. Good morning my dear parents, my dear youngsters and my very dear staff. كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا داخلين على أيام جميلة فيها مناسبات عديدة ومفرحة، أولها عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. كل سنة وحضراتكم طيبين وربنا يتقبل منا ومنكم الطاعات إن شاء الله. يليها بداية العام الدراسي الجديد 2016-2017 اللي أتمنى من كل قلبي يكون عام سعيد وناجح وموفق على كل الأطفال والطلبة والمدارس ونجومنا الصغار. أنا دايما بحاول أدي نفسي والستاف بتاعي positive energy، إنه دايما اللي جاي أحسن والعام القادم إن شاء الله يكون أحسن من العام المنقضي. خلينا نتكلم على الاستعدادات، سواء استعداداتنا إحنا كستاف أو استعدادات حضراتكم. بالنسبة لنا إحنا شغالين شغل جامد جدا في المدارس، في ستارز 1، في ستارز 2، في ستارز انترناشنال سكول ان شاء الله ستارز 3. الحقيقه جهد كبير بيتعمل من كل العاملين بالمدرسه. بالنسبه لستارز 1 تم تظليل الملعب، ملعب الكرة القدم زي ما كتير من حضراتكم كان بيطلب وبيتمنى. تم تجديد الملاعب بالكامل، كلها هتبقى ملاعب جديدة وسيف ومعمولة بأعلى مستوى. حتى الجاردن بتاعت الكي جيز أو الكيندر جاردن اتغيرت بألوان جميلة جدا، هتبقى very cheerful and colorful for our kids إن شاء الله. واجهات المدرسة كلها تم تجديدها وطلاءها علشان تاخد نفس الـ corporate ID أو الـ corporate identity اللي هو الـ blue and gray، وبقى شكلها أكيد زي ما بعضكم شافها جميل جدا. ستارز 2 بيتم أعمال الصيانة فيها في كل شيء محتاج صيانة لاستقبال الطلبة. ستارز 3 الكونستراكشنز شغال الحمد لله بخطى كويسة جدا، علشان زي ما وعدنا حضراتكم يكون بدايتنا في ستارز بريتش ديفيجن، وده هيكون البداية ويليها الأمريكان ديفيجن إن شاء الله. بس البريتش ديفيجن هيكون في العام الدراسي 17-18 إذا ربنا أحيانا إن شاء الله. بالنسبة لاستعدادات حضراتكم، أنا عارفة الأسئلة اللي بتجول بخاطركم، أولها الكتب، هنستلم الكتب إمتى؟ إحنا جاهزين ومجهزين الكالندر بتاعت المدرسة تقريبا للترم الأول بالكامل، بس بتوقفنا بعض الأمور الغير واضحة بالنسبة لنا، ففي بعض الكتب مش موجودة لسه في مخازن الوزارة نظرا لتغيير بعض المناهج اللي احنا لسه لم نختر بشكل نهائي ايه اللي هيتغير totally، ايه اللي هيحصل فيه تعديلات and so on. even حتى النهاردة لسه كنا بنتكلم انه الكالندر كلها ممكن تتغير، لان اكيد حضراتكم سمعتوا خبر عن الغاء امتحانات نص السنة، وانه هيبقى فيه امتحانات شهور وحاجات لسه برضو معالمها مش واضحة بالنسبة لنا، لانه طبعا لو ده حصل هيكون في تغيير في الكالندر كاملة، لانه كل شهر هيبقى فيه امتحان، فالاسبوع بتاع الامتحان مش هيتحط فيه اي activities اي trips اي حاجة. فاحنا في انتظار القرار النهائي في هذا الأمر، أو يوصل لنا قرار رسمي علشان نعيد ترتيبنا. مش عايزين ننزل لحضراتكم كالندر ونرجع نغيرها كلها تاني. فالحقيقة التقصير أو التأخير مش موجود عندنا، ده خارج عن إرادتنا، بس أول ما بيوصلنا قرار أو إحنا بنتوصل لقرار نهائي عفوا من وزارة التربية والتعليم بنقوم على طول بإعداد كل استعداداتنا بناء عليه.
طيب ده بالنسبة للكتب، هنخطر حضراتكم فور وصول الكتب كلها بالموعد إن شاء الله يكون قبل الدراسة، عشان يجي ولي الأمر يستلم الكتب لابنه أو بنته. وكمان السنة دي إحنا عاملين إن هو يروح يستلمها من الكلاس تيتشر علشان يتعرف على الكلاس تيتشر بتاعت الطالب. اليونيفورم، حابه انوه عن حاجه في اليونيفورم. انا كنت وعدت حضراتكم ان اليونيفورم هيكون متواجد ومتوفر بجميع مقاساته، وده حصل بالفعل، ولكن للاسف قابلنا شيء او خطأ خارج عن الاراده. المصنع بتاع اليونيفورم هو بيعمل الزي المدرسي كتفصيل وبيبعته لمصنع اخر لتطريز اللوجو بتاع المدرسه، لان احنا مش بنعمل لوجو مطبوع لان ده عادة ما بيبقاش ثابت وبيبقى شكله بور شوية، احنا بنعمله لوجو متطرز وبارز شوية. حصل خطأ في هذا المصنع في شكل اللوجو بتاع ستارز وفي السبيلينج بتاع اسم المدرسة. الحقيقة اكتشفناه والمصنع سحب كل الكمية اللي حصل فيها الخطأ وبيعيد تصنيعها واللوجو تاني، فده أدى إلى قصور أو عدم توافر أو تواجد بعض المقاسات. لكن إن شاء الله مع بداية الأسبوع القادم هيكون كل المقاسات متوفرة باللوجو السليم. والمصنع كمان أبلغنا إن هم هيشتغلوا من تالت يوم العيد، مش هيكملوا بعد العيد فترة طويلة أو لرابع يوم، تالت يوم العيد هيكون المصنع موفر المقاسات ويبدأ البيع. هو موجود حاليا المصنع مازال، لكن أنا بتكلم على المقاسات اللي ناقصة. بطلب برضو من حضراتكم مراجعة البولو شيرتس والسوات شيرتس والتراوزرز، البنطلونات اللي عند حضراتكم، علشان لو في خطأ في اللوجو بتاع المدرسة ان شاء الله ابتداء من ثالث يوم العيد نجيب القطعة او البيس اللي فيها الخطأ وهناخد مكانها القطعة السليمة او الجديدة. I owe you an apology on behalf of المصنع بتاع الملابس، معلش اعذرونا، هو خطأ طبعا غير متعمد وغير مقصود، واحنا اعتدنا معاكم على الوضوح والصراحة والشفافية، ولما بيبقى فيه غلط بنقول انه فيه غلط وبنصلحه. طيب يبقى احنا اتكلمنا عن الكتب واتكلمنا عن اليونيفورم، السبلايز او الكراريس والأدوات المكتبية بتاعت أبنائنا احنا اوريدي أعلناها سابقا من فترة طويلة، علشان بنحاول نساعد حضراتكم انكم تجهزوا كل احتياجات أبنائكم قبل الزحمة بتاعت، لأنه أعتقد انه بعد العيد هتكون المكتبات والأماكن اللي بنشتري منها السبلايز بتاعت أولادنا زحمة جدا. فياريت نستعد بحاجة أولادنا من بدري، وبأكد للمرة كتير قوي انه نكتب اسماء اسم الطالب وفصله على كل السبلايز بتاعته سبيشالي الكيجي، علشان ده هيسهل عملية العثور على اي شيء من مقتنيات الطالب فقده او اتلخبط مع حد من زمايله. الترولي باجز، بنقول تاني الترولي باجز ممنوعة لسلامة ابنائنا. One or two parents ناقشوني في الموضوع ده الحقيقة، والحمد لله اقتنعوا لما شرحت لهم وجهة النظر انه هو مش الغاء او منع كده غير مبرر، لا، قلت لهم على احداث وحاجات حصلت كان فيها ضرر للولاد نتيجة للترولي باكس، وهم الحقيقة تعاونوا واقتنعوا زي عدتي مع حضراتكم او عهدي بيكم انكم دايما متعاونين مع ادارة ستارز. بفكر حضراتكم تاني ان كل حاجة للطالب يكون عليها اسم. طيب تواريخ بداية الدراسة، احنا اعلنا برضو قبل كده ان الدراسة هتبدأ 19
سبتمبر، وده على فكرة يوم اتنين مش يوم احد. انا حبيت ادي فرصة بعد العيد للمدرسة السبت والحد ان احنا نستعد بعد العيد، ولحضراتكم اللي مسافر او عنده اي ارتباط يكون جاهز. فدخول المدرسة هيتم soft opening زي ما احنا متعودين دايما، الاثنين اللي هو 19، الثلاث 20، الاربع 21 تدريجيا، وتم اعلان المراحل سابقا. طيب يوم الخميس 22 هيكون عندنا حدث مهم جدا، وهو حفل الحج. الخميس 22 هيكون حفل الحج للمراحل من KG 2 لثالثة ابتدائي. الحفلة دي مميزة جدا، واحنا بنحب ما نفقدهاش حتى لو العيد جه قبل الدراسة، علشان هي فيها تجمع جميل جدا للولاد وللبارنتس معاهم، وبتعلمهم مناسك الحج بطريقة مبسطة اعتقد انها مش هتروح من اذهانهم ابدا. هو KG1 انا يعني قررت استبعادهم عن الحفلة دي لسبب ان هم اغلبهم طلبة جداد عن المدرسة تماما، وهيكونوا دخلوا يوم الثلاث، فيدوبك هيعدي الاربع، صعب ان انا اشركهم في حاجة زي دي بسرعة يوم الخميس، لان هم زي ما حضراتكم عارفين لسه بيبقوا اول مرة يبعدوا عن مامي وخايفين وقلقانين، فمش عايزة اي حدث يكون فيه زحمة او حركة خارجية خارج الفصول يخوفهم او يسبب لهم اي قلق. فأنا ليه بقول على حفل الحج من دلوقتي؟ عشان حضراتكم تجهزوا بالمطلوب للأولاد. المطلوب للأولاد إسدال للبنوتات أو طرحة وجلابية بيضة، وجلابية بيضة وغطاء للرأس أو طاقية يعني بيضة للأولاد. هما الولاد هيجوا الصبح باليونيفورم عادي جدا، وهيجيبوا الملابس اللي هيلبسوها في حفل الحج في بلاستيك باج وعليها اسم الطالب وفصله. بعد انتهاء الحفل الطلبة هيطلعوا على الكلاسز بتاعتهم وهيكملوا يومهم الدراسي عادي جدا. السادة أولياء الأمور طبعا مدعوين لحضور الحفل ده مع أبنائهم، هم هيحضروا وهيتفضلوا ينصرفوا من المدرسة، والأولاد هتطلع على الكلاسز بتاعتها تكمل يومها الدراسي. ده بالنسبة لحفل الحج. حابة بس أفكر حضراتكم إن احنا بعد إذنكم عايزين صور شخصية للطلبة، عايزين صور شخصية للطلبة، 10 صور أعتقد تم طلبهم من أولياء الأمور. دي صور احنا محتاجينها يا جماعة عشان بنعمل ID cards للولاد في المراحل الصغيرة بالتحديد، وبنحتاجهم عشان التيتشرز بيعملوا انسايت كوبي بوك للأولاد برضو، عشان يكتبوا تقرير عن كل طالب لما حضراتكم تيجوا في البارنتس ميتينج، هو يبقى فاكر ان حضرتك والد الطالب ده او الطالبة دي بالصورة. بعد اذنكم يا ريت نجيب الصور ونسلمها في قسم شؤون الطلبة بالمدرسة. طيب ايه اللي حصل الفترة اللي فاتت؟ اللي حصل الفترة اللي فاتت انه الصف الثالث الثانوي بدأ دراسة يوم 14/8، والحقيقة الحمد لله نسبة الحضور تتعدى 95%. ده بيؤكد استمرار نجاح تجربة ستارز للثانوية العامة، انه الاولاد رجعوا لفكرة الحضور والمدرسة اللي تقريبا اختفت من كثير من المدارس. الطلبة في الثانوية العامة مش بيروحوا المدرسة، لكن في ستارز أولادنا بيجوا المدرسة، لأن عندهم ستاف من أكبر وأشهر مدرسي الثانوية العامة اللي هم اوريدي بيحاولوا يعني بصعوبة يحجزوا عندهم في السنترز الخارجية. انا وفرت ده في المدرسة، وفرت لهم يوم دراسي مناسب انه يديهم فرصة لتنظيم وقتهم والمذاكرة. انضم لينا كمان السنة دي في ستاف الثانوية العامة هير سامح مصطفى، جيرمان. هيز ون اوف ذا بيجست نيمز ان
teaching German for ثانوية عامة وفي اللغة الألمانية عموما. وطبعا حابة أرحب بيه وشرفنا بانضمامه للستاف في ستارز. برضو اللي هيدرس اللغة الإنجليزية الإنجليش للثانوية العامة حد حضراتكم كلكم عارفينه وبتحبوه وبتثقوا فيه، وهي ما شاء الله في تطور كبير في الكارير بتاعها، وحصلت على الماجستير وعلى ديفلوبمنت في الكارير بتاعها مميز جدا. هي ميسيس غادة أبو الحسن. ميسيس غادة أبو الحسن took a different path in the educational career، فهي هتبقى معانا part time ثانوية عامة إن شاء الله. ده ياخدني للهيراركي أو الأورجنايزيشن شارت بتاع المدرسة بقى عامل إزاي، وده هيبقى مفيد للنيو كامرز إنهم يعرفوه or even the existing parents عشان حضراتكم تبقوا عارفين الدنيا ماشية إزاي. نبتدي من الكي جي الجنرال كوردينيتور مسز ليزا هاردر، اند يو اول نو مس ليزا، هي جنرال كوردينيتور، معاها مس هناء از ا ديبيوتي، ومعاها مس ساره از ان ادمنستريتيف كوردينيتور. فاحنا لما نحتاج اي حاجه من مرحله الكي جي الجنرال كوردينيتور مس ليزا، مس هناء از ذا ديبيوتي، مس ساره السعداني is the administrative coordinator. نطلع على المرحلة الابتدائية، ميس نجوان is the general coordinator، وأظن كتير منكم يعرف ميس نجوان. هي إنسانة تتسم بالجدية الشديدة في عملها والضمير القوي جدا في أدائها لعملها. نتعاون يا ريت معاها parents of the primary stage. بس الحقيقة أنا غيرت شوية في الشارت أو في الهيراركي بتاع البرايمري ستيج، علشان الجنرال كوردينيتر ما يبقاش محمل بالأعباء، فتم إضافة أكاديميك كوردينيتورز. ميس يمنى روحي بقت الأكاديميك كوردينيتر of grades 1, 2 and 3 together with the supervision of the English department of 1, 2, 3. The academic coordinator of 4, 5 and 6 for the time being will be Ms. Nagwan. هتمسك متابعة الأكاديميات في رابعة خمسة ستة until I find the suitable candidate for this vacancy. أنا ما بحبش أستعجل في اختيار أشخاص وبالذات المسؤولين عن الأكاديميات. I need someone with long experience. أنا مش بيعجبني الوقت اللي حاصل ناس سنة خبرة سنة وسنتين وما فيش خبرة ويمسكوا posts كبيرة وtitles كبيرة، ده ما بيؤديش الحقيقة للنجاح. فأنا منتظرة الكانديديت المناسب للبوست ده. يبقى ميس نجوان جنرال كوردينيتور، ميس يمنى روحي أكاديميك كوردينيتور فور 1 2 and 3. ميس نجوان لغاية دلوقتي هتلوك افتر ذا أكاديميكس اوف 4 5 and 6 primary. And we have the administrative coordinator المختصة بكل الإداريات للمرحلة الابتدائية، هي ميس ريهام زيان. لو رحنا ستارز 2 برضو الهيراركي في شيء من التغيير. On top of the campus of STARS 2 we have Miss Iman Al-Fashni. She's gonna be the principal of STARS 2. هي المسؤولة عن المبنى تماما، ومعاها طبعا الناس اللي انتوا عارفينهم وبتحبوهم، مستر عبد اللطيف حسن coordinator of the prep stage and مستر عبد الوهاب صبري coordinator of the secondary stage، وميس لاميا مجدي deputy for the school، وميس اسراء she is the administrative coordinator also for the campus. اوكي، ده بالنسبة للأورجنايزيشن شارت بتاع ستارز 1 and 2. حبيت أوضحه لحضراتكم، البيرنتس الإكزيستينج بيرنتس يعرفوا المدرسة السنة دي شكلها إزاي، والنيو كامرز يتعرفوا برضو على الكي بيرسونز لو كانوا ما حضروش الأورينتيشن معانا. هنلتقي تاني بنيو
things وأخبار جديدة عن stars in our coming bulletin إن شاء الله. Thank you وكل سنة وحضراتكم طيبين.